معاناة مستمرة لسكان العشوائيات مع تردي الخدمات وفقدان الاهتمام ثم تهديم ما يسكنون به من دور لا تتوفر أي مقومات للعيش التي بات ينتظرون من ينقذهم من واقع المؤلم، ولا يريدون إلا أن تبقى هذه السقوف تحميهم من حرارة الصيف وأمطار الشتاء. بس على الفقير نزل عليه بلوكه وخليه ينام جوا، جاي مفلش بيت وأنا ما موجود ليش؟ خلي جو البيت دزوا عليه خابروا حصلوا رقم المنطقة وخابروا، ليش تفلون بيتي وأنا ما موجود؟ هذا التلفزيون والغراض وكلها ممروزة جوا ليش؟ يعني الله يرضى النبي، يعني الإسلام ماكو؟ إيه أنا كاسب أشتغل على باب الله، طلعت على بغداد جيت مطلعين العائلة وجايبين سقف البلدية يقولوا إحنا عندنا مرتف ليش البيت؟ يا هاي المنطقة بها 600 بيت وكلها تجاوز، يعني ايش معنى انا فقير تجي تفشوني؟ شوف هسه هذا اللي صفي سلح تسليح، انا قال اجيب شنكوات بس اقعد اسرع على نفسي احسن من الاجار. فيما اعلنت اداره قضاء بعقوبه بان بلديه بعقوبه نفذت حمله لازاله اماكن تستخدم لتربيه المواشي والاغنام، لافتا بانه يوجد تعامل بازدواجيه من قبل موظفي البلديه لاسباب عده منها التخوف والتاثيرات الحزبيه والسياسيه. قبل البلدية البعض منهم يتعامل بازدواجية، قد يكون خشية من الطرف الآخر أو هناك ضغط من جهات سياسية أو تكون جماعات مسلحة أو غيرها من الأمور، أو قد يكون هذا التجاوز الذي ترك هو فيه دعوة قضائية منظورة أمام قاضي التجاوزات، بالنتيجة هناك تريث بإزالة التجاوزات الخاصة بالدور السكنية كحالة إنسانية إلا بعد إيجاد البديل والحل لهذا الموضوع. عوائل تركوا بيوتهم وديارهم قسرا في ظروف خارجة إرادتهم واتخذوا من هذه العشوائيات ملجأ لهم، ويريدون البقاء بهذه المساكن بدون المخاوف التي أصبحت ملازمة لهم بكل ساعة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.